هنتكلم على مشكلة تقويم الأسنان، يعني مشكلة كتير بتعاني منها قوي الأمهات. امتى افكر اروح لدكتور الاسنان، وامتى ممكن اخد ابني او بنتي اعمل له تقويم، في سن كام؟ هلاقي كتير قوي من الناس متخيله ان انا ببتدي اروح بعد سن 16 سنه، من اول سن 15 او 16، وناس كمان متخيلين ممكن احل المشكله دي بعد سن 20. طبعا دي مشكله عندنا كبيره، لان في مشاكل لازم بحلها بدري. كل ما بحل المشكلة بدري كل ما بتبقى أحسن في حاجات معينة. يعني التقويم ده أصلا معناها إيه؟ إن أنا بحل مشاكل في الأسنان، حسب بقى علاقة أسنان ببعضها، يعني السنان فوق بالسنان اللي تحت، سنان مزدحمة، سنان فيها مسافات كتير، دي موضوع علاقة السنان بنفسها. وفي كمان عندي حاجة تانية، علاقة الفكين ببعض، يعني الفك العلوي مثلا بالفك السفلي، ودي من أكتر المشاكل اللي ما ينفعش أروح فيها في وقت متأخر. عندي بروز في الفك، عندي دمور في الفك، فلازم كل ما بحل المشكلة دي بدري بتفرق. ليه؟ لأن أنا عندي الأسنان الدايمة في الأطفال، يعني الأسنان الأمامية بتبتدي تظهر في سن من 6 سنين ل7 سنين، والدروس الدايمة نفسها بتظهر في سن من 9 سنين ل12 سنة. يعني الأسنان الدايمة بتبتدي تظهر لي في وقت بدري مش وقت متأخر، والدروس نفس الموضوع. فاحنا بنقول ان انا لازم ازور دكتور تقويم الاسنان من سن كام، عشان ناس كتيره بتسال في الموضوع ده وامهات كتيره مش عارفه المعلومه دي. سن 6 ل12 سنه ابتدي ازور دكتور تقويم الاسنان علشان اشوف لو عندي مشكله اقدر الحقها بدري ولا لا. وطبيعي ان انا لازم اروح لدكتور السنان عشان لو عندي اي مشكله عند الاطفال، عندي تاخر في ظهور السنان، عندي دمور في سنان معينة، يعني غير مشاكل التقويم ان انا مثلا عندي مشكلة في السنان الدايمة، السنان اتأخرت عن وقتها. طبعا كل حاجة وليها وقت، سنان اتأخرت ما ظهرتش، سنان ظهرت في وقت متأخر، سنان موجودة بس لسه ما بدلتش. لازم اعرف المشاكل دي ولازم اروح بصفة دورية زي ما قلنا في سن بدري، لان احنا لاقي مقولة مشهورة قوي ان كل الناس وفي دكاترة كمان بيقولوها ان انا ابتدي ازور دكتور السنان من سن 14 سنة، وده موضوع طبعا خاطئ. يعني كل ما ابتدي بدري زي ما قلنا بيفرق. سن 6 سنين 12 سنة ابتدي اكشف، اشوف سنان الطفل ماشية طبيعي ولا لا، فيها مشاكل عامة ولا لا، في الظهور في ان هي لسه ما طلعتش. فعشان كده بنقول ان احنا نروح لدكتور السنان ودكتور تقويم الاسنان كمان، يعني مش اسنان بس، لا يبقى متخصص تقويم اسنان، نروح في سن بدري من سن 6 سنين نبتدي نكشف ونبص على الاسنان لحد سن 12 سنة، نشوف الدنيا ماشية ازاي وعلاقة الاسنان ببعضها عاملة ازاي، وهل ممكن نتجه ان احنا نحل المشكلة نعمل تقويم ولا لا. طبعا احنا عندنا انواع من التقويم، في التقويم المعدني، التقويم الشفاف، التقويم المتحرك اللي هو بيتلبس ويتقلع، بس كل حاجة وليها استخدام. زي ايه؟ انا التقويم المعدني مثلا بستخدمه في حالات صعبة شوية، يعني سنان فوق بعض، سنان مزدحمة جامد، لان المعدني عندنا بيجيب نتيجة اكتر واطول واحسن بالنسبة للشفاف. الشفاف استخدمه في حالات بسيطة، يعني بصلح مشاكل بسيطة ما بين الاسنان، ده بالنسبة للشفاف. وعشان كده دايما بنفضل ان احنا لو عندنا حالة صعبة وفيها مشاكل جامدة او مشاكل فك او كده بنستخدم التقويم المعدني، مع ان كمان احنا نرجع للموضوع ان التقويم اصلا المعدني ده ارخص كتكلفة بكتير عن التقويم الشفاف، بس طبعا حسب الحالة. يعني هنا حسب انا بفضل الحالة دي تستدعي ان انا استخدم تقويم معدني ولا تقويم شفاف. ثالث نوع زي ما قلنا التقويم المتحرك اللي بتلبس وتقلع. بتلبس وتقلع ده انا بستخدمه في حالات بسيطة قوي، يعني بظبط حاجات بسيطة في السنان، مثلا حد عنده اللي هي المسافة اللي بتتسمى الدياستما اللي ما بين السنتين اللي قدام، بس مسافة بسيطة فاقدر اظبطها باللي هو التقويم المتحرك. وطبعا زي ما انتم شايفين عندنا هنا ده المتحرك اللي احنا قلنا عليه، وده التقويم المعدني، وده التقويم الشفاف. البراكتس نفسها بتكون شفافة، فطبعا حسب انا اختياري وحسب الحالة عندي، مفيش حاجة اسمها ان انا لا عايز اعمل كده، او انا عايز اركب الشفاف مثلا عشان منظر، او انا عايز اعمله عشان حاجة، لا، هو كل حاجة وليها الاداء بتاعها وليها الوظيفة واستخدامها والحاجة اللي انا عايزة اوصل لها، النتيجة اللي انا عايز اوصل لها، سواء بالنوع ده او بالنوع ده او بالنوع ده، عشان الناس طبعا تبقى عارفة وفاهمة ايه الفروقات وكل واحد بستخدمه
امتى. وزي ما قلنا ملهاش علاقه خالص قصه التكلفه، هي الفكره السنان محتاجه ايه. يعني انا عايزه اظبط السنان بدرجه قد ايه، عايزه اظبط ايه في السنان، عايزه اظبط مشاكل فك مع السنان، عايزه اظبط مشاكل سنان مع بعضها، يعني سنان فوق مثلا مع سنان تحت او سنان في نفس الفك. كل دي مشاكل بتفرق، وبنحدد على اساسها انا هستخدم اي نوع من انواع التقويم اللي احنا قلناها.